يتم الانتهاء من تحديث عروض الصوت والضوء، وهيتعمل حاجه فعلا الكل هيتغنى بصوت الضوء ومكان الصوت والضوء، وتجربه الزائر للصوت والضوء مش هتبقى بس تجربه زي على ابو قديمه، دخلت قعدت سمعت الاصوات القديمه اللي حفظناها ايه الجديد وبيقول طيب؟ بص يمينك وشمالك. طب لا ايه الجديد؟ هيبقى فيه انشاءات خفيفه هتدي تجربه للزائر ان هو يتمشى كده ومره واحده يلاقي قدامه ابو الهول، ثم يقعد يستمع الى شرح بطريقه مختلفه مع مش معلومه مختلفه، الطريقه مختلفه مع اضاءات مختلفه تشد الزائر فعلا ان هو يستمتع بالخمسين دقيقه اللي هيقعدها بتجربه الصوت والضوء ان هو يكررها مره واثنين وثلاثه واربعه. نعم. دي احد الحاجات الجميله. دلوقتي ما ننساش ان احنا عندنا بانوراما واحد بانوراما اثنين، دي مناطق للفاعليات لمن يرغب بتتعمل شركات سياحه بيعمل بعض الفاعليات اللي بتتم. نعم. ولو تتذكر حضرتك الساده المشاهدين الفاعليه بتاعه ديور اللي اتعملت في الهرم او ستيفانوفيتش اللي اتعملت في الاقصر. نعم. العالم كله كان بيتغنى بيها. فاحنا عندنا فاعليات كتير جدا هتتعمل ثقافيه وحاجه رائعه فعلا هتنقل المنطقه للعالميه كما تستحق الحقيقه. طيب النهارده هيكون دخول منطقة الأهرامات من طريق الفيوم، مش كده مكان واحد؟ إن شاء الله، بس دي لها ترتيبات طبعا معينة. هيبقى في اجتماع هيترأسه دولة رئيس الوزراء مع كل الوزراء المعنيين عشان يبقى عارفين بس فين حارة التهدئة، فين الدخول، فين الكلام ده كله، مع تعليمات وتوجيهات وزارة الداخلية ممثلة هنا بشرطة سياحة الآثار والأمن العام والمرور إلى آخره. فبإذن الله تعالى هتبقى يعني نقلة غير عادية، وخاصة لو أتمنى أنه المعنيين بالسياحة أو شركات السياحة يكونوا سامعين هذا اللقاء الجميل بتاع حضرتك. كل المرشدين السياحيين بيشتكوا من حاجة، بيشتكوا أنه حاليا من مدخل اللي بيحصل الحالي اللي هو مدخل الميني هاوس، لما بيدخل الأوتوبيسات بتقف قدام الهرم الكبير في حاجتين هنا وحشين بيتموا يا أستاذ أحمد. الحاجة الأولانية عدد الأوتوبيسات كتير جدا 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 والمكان ضيق، فبيحصل نوع من انواع الكراش ما بين الاتوبيس اللي عايز يدافع، ما بين الميكروباص، ما بين الكوستر، ما بين الى اخره، ما بين عربيه الملاك اللي مش لاقي ركنه. حاجه يعني ما يصحش قوي. طب دي سياحيا. طب واثريا؟ اثريا انا كمصطفى انا مش مبسوط ان الاتوبيسات تبقى موجوده على بعد مترات من الهرم الكبير، ودي اتوبيسات ايه؟ بتشتغل بالسولار. فعوادم السولار زائد ان الاتوبيس او صاحب الحافله السياحيه بيخلي الاتوبيس شغال حتى لما بينزلوا المجموعه يعملوا زياره او يتطوروا بيخليه شغال عشان يخليه التكييف شغال. يبقى اذا الفايبريشن شغال، الاهتزازات شغاله، ثم عوادم الاتوبيس شغاله على طول، 1 2 3 4 بيصل عدد الاتوبيسات الى 300 400 اتوبيس في وقت واحد. والمكان مش كافي، المنظر مش حضاري. طب لو اتكلمنا على المنظر اللي بتكلم عليه الحضاري، لا لما يدخل من الفيوم هيقدر ان شاء الله يقف في مكان باركينج بقول لحضرتك يسع 1000 ما بين اتوبيس كبير وكوستر وميكروباص والى اخره، وبره يعتبر مركز الزوار، ثم يدخل الاتوبيسات صديقه للبيئه. احنا دي حاجه العالم كله بيعمل هذا النظام الحديث الجميل وبيطور من مناطقه السياحيه والاثريه، وكلها هيبقى لها مردود مهم جدا عالميا. هل قطع الملك توت خلاص كله ولا لسه؟ ايه المتبقي؟ أيوة. اقولهم كده بالعدد. اتفضل. 10 قطع في المتحف شرم الشيخ. نعم. 10 قطع في متحف الغردقه، وبعض القطع اللي موجوده حاليا في المتحف المصري في التحرير. طيب قدامنا قد ايه؟ لما يتقال مثلا المتحف الكبير هيتفتح يوم كذا، قبلها ب 10 ايام، اولا الفاترين موجوده، قواعد التسديد موجوده، كل حاجه اضاءتها موجوده، ما فيش غير ان احنا ننقل هذه القطع نحطها داخل الفاترين، 10 ايام نكون واضعين باقي القطع اللي موجوده لتوت عنخ امون من بره.